اطوير في مسجد السيده نفيسه، يرافقه سلطان طائفه البهرب الهند السلطان مفضل سيف الدين، حيث ساهمت الطائفه طائفه البهرب في تطوير العديد من اضرحه ال البيت لا سيما مسجد السيده نفيسه. واكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يتم حاليا العمل على افتتاح اعمال التطوير في هذه المساجد، كما يعني عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قيمة وأهمية مشاركة طائفة البهرة في هذه الأعمال الخاصة بمقامات وأضرحة آل البيت رضوان الله عليهم. انتوا ما بتدونيش. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مسجد السيدة نفيسة بعد تطويره، وجه الشكر لسلطان طائفة البهرة بالهند السلطان مفضل سيف الدين لمساهمة الطائفة المتواصلة في تطوير أضرحة آل البيت ولا سيما مسجد السيدة نفيسة، مؤكدا أنه يتم حاليا العمل على افتتاح أعمال التطوير. جلالة السلطان، أرحب بيك، أرحب بيكم، أهلا وسهلا، ارحب بيكم. واسمحوا لي بالمناسبة الجميلة ديت، افتتاح التجديد اللي اتعمل في مسجد السيدة نفيسة وفي المقام الكريم، وده الحقيقة اولا لازم نشكركم على دائما تواجدكم ومساهمتكم في أضرحة آل البيت. احنا كنا من شهور قليلة في سيدنا الحسين والنهاردة في السيدة نفيسة، واحنا متحركين ايضا في ان احنا يكون انجازنا السيدة زينب كمان. احنا فتحناها في رمضان للصلاة، لكن نفس الاجراء اللي بيتعمل هنا بيتعمل هناك. والحقيقة اللي بيتعمل ده في اطار خطة الدولة المصرية بتعملها للقاهرة التاريخية عشان نستعيد يعني مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم في القاهرة التاريخية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمود إبراهيم أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة. دكتور محمود، لك التحية. في البداية دكتور محمود، يعني لو نتحدث عن صعوبة عمليات الترميم في الآثار الإسلامية، هل في حالة كحالة مسجد السيدة نفيسة هل لديكم من الشواهد التاريخية والكتب والوثائق الموثوق منها والموثقة لدى الجهات الأثرية والعلمية والدينية، هل لديكم هذا الأرشيف عن
واقع مسجد السيدة نفيسة عند بنائه، الأشكال، الزخارف وما إلى ذلك، هل هناك ثمت معلومات واضحة عن هذه الأمور تعتمدون عليها وأنتم تبدأون عمليات التطوير والترميم؟ اسمح لي في البداية أنه أنا أهني الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الاستمرار في خطوات ترميم القاهرة وصيانة القاهرة وإعادة الوجه الحضاري للقاهرة التاريخية والأثرية. وأيضا أهنئ الشعب المصري بأنه أحد أفراد آل البيت المهمين وهي السيدة نفيسة بما لها مكانة قوية جدا عند الشعب المصري من جنوبه إلى شماله وشرقه إلى غربه، أن يعاد إزالة ما حدث من الزمن على وجه هذا المسجد وهذا الضريح، وأن يعاد الشكل الجميل الرائع الذي ظهر اليوم عند افتتاح السيد الرئيس وضيوفه الكرام. العلاقة بين مصر والآل البيت علاقة قديمة جدا منذ أن فتحت مصر على يد عمرو بن العاص، و في ذلك الوقت وعندما انتقلت السلطة في العاصمة المركزية من المدينة إلى دمشق، وما حدث من خلافات بين بني أمية وبين بقايا آل البيت ممثلين في نسل علي بن أبي طالب، بدأ عدد ضخم جدا من آل البيت في الهجرة، وكانت هذه الهجرة إلى مصر وكأنهم يستشعرون بعاطفة المصريين تجاههم وحب المصريين لهم. وبالفعل فتحت مصر ذراعيها لآل البيت الذين قدموا إليها ضيوفا معززين مكرمين تمتعوا بكل الحب وكل العواطف الجياشة للمصريين الذين آمنوا بهذا الدين الإسلامي وفقا لرؤيتهم كمصريين، وفقا لرؤيتهم بعيدا عن المشاحنات المذهبية وبعيدا عن المشاحنات الطائفية، واحتضنوا آل البيت هذا الاحتضان. من أهم شخصيات آل البيت التي جاءت إلينا كانت السيدة نفيسة، وكانت منذ قدومها إلى مصر محل ترحاب من أهل مصر جميعا. هذا المشهد بني أو يعني الأساس بتاعه، طبعا أنت سألتني هل هناك وثائق، هل هناك مصادر تاريخ؟ طبعا المصادر التاريخية موجودة والوثائق موجودة، لأنه هذا المكان طبعا منذ أن بني على قبر السيدة نفيسة بعد وفاتها جاء في خطط المقريزي في الجزء الأول والجزء الثاني أن أول من بنى على قبر السيدة نفيسة هو عبيد الله ابن السري والي مصر من قبل الدولة العباسية، ثم أعيد بناء الضريح في عهد الدولة الفاطمية. كما تعلم أن الدولة الفاطمية كانت تنتمي من حتى من الاسم واللقب بتاعها إلى آل البيت، فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، حيث أضيفت لهذا البناء قبة على القبر ودون تاريخ العمارة على لوح من الرخام ووضعت على باب الضريح، وهذه العبارات التي تشير إلى اسم الخليفة الفاطمي المستنصر بالله وألقابه أحد خلفاء الدولة الفاطمية. لكن بعد ذلك بقليل في عهد الدولة الفاطمية أيضا بدأ في نوع من أنواع الشروخ والتصدعات نتيجة لعوامل الزمن أو عوامل التعرية أو بعض الزلازل التي أصابت القاهرة، فأعيد تجديد هذه القبة في عهد الخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله، وكما تم تكسية المحراب بالرخام، وذلك سنة 532 هجرية 1138 ميلادية. بعد ذلك وفي العصر المملوكي اهتم سلاطين المماليك وخاصة سلطان الناصر محمد ابن قلاوون بهذا الضريح الخاص بالسيدة نفيسة، وأمر أن يتولى الإشراف وإدارة هذا الضريح أي نظارة المشهد النفيسي الخلفاء العباسيين، وهي أعلى سلطة سيادية دينية
الخليفة العباسي في مصر في العصر المملوكي يمثل أعلى سلطة دينية شرفية إلى حد ما، لكن تولى النظر عليه على هذا الضريح أو الخليفة العباسي المعتضد بالله أبو الفتح أبو بكر ابن المستكفي، وهو من بقايا الخلفاء أو من بقايا العباسيين الذين أيضا هاجروا إلى مصر بعد أن قضى المغول على دولتهم سنة 656 1258. تشير أيضا المصادر التاريخية، طالما سيادتك تكلمت عن المصادر التاريخية، إلى أن المشهد النفيسي في عصر العثمانيين تم تجديده مرة أخرى في عهد الأمير البناء المعمار عبد الرحمن كدخدة، الذي أضاف إلى الجامع الأزهر وأضاف إلى المشهد الحسيني وأضاف إلى كثير من المباني الدينية الموجودة في مصر. وبنى هذا الرجل عبد الرحمن كدخدة الضريح على الهيئة الموجود عليها الآن. يعني إذن الهيئة التي رأيناها اليوم يا دكتور محمود، نعم، هي الهيئة التي تعود إلى عهد عبد الرحمن كدخدة. سنة كام يا فندم؟ هو في العصر العباسي فترة ولايته، لكن على وجه التحديد هو اشتغل فترة طويلة لا تقل عن 10 سنوات. نعم. في هذا الضريح. والمسجد له أيضا مدخلين، مدخل للرجال ومدخل للنساء، وحديثا تم تجديد المدخل أيضا في الفترة الحديثة المعاصرة لنا. نعم. وفرشه بالرخام الفاخر، وفي داخل هذا المسجد أيضا ممر طويل يصل إلى المقام الشريف اللي موجود. طيب هذه العصور الطويلة دكتور محمود التي تعاقبت وأضاف يعني حكام مسلمون إضافات وزخارف وما إلى ذلك على مسجد السيدة نفيسة، لكن إن كان يمكن لك أن تعطيه حقبة زمنية تعيد لها هذا المسجد، تعيدها لأي حقبة في التاريخ الإسلامي؟ في كتابي المعنون أثار مصر في العصر الحديث تكلمت عن مشهد أو مسجد السيدة نفيسة باعتباره من أثار مصر في العصر الحديث. ليه في الأثار؟ إحنا عندنا نوعين من الأثار، عندنا أثار تنتمي إلى العصور التاريخية القديمة الإسلامية، وعندنا بعض الأشياء التي تمت بناءها في مطلع العصر الحديث وتم تجديدها وإعادة تغييرها في هذا العصر، فبتدرس ضمن أثار مصر في العصر الحديث، منها المشهد الحسيني، منها المشهد السيدة زينب، منها مشهد دين العبد. هذه المشاهد كلها بتاع أضرحة آل البيت، نظرا زي ما قلت لحضرتك بتعلق المصريين الشديد وعاطفتهم الجياشة نحو آل البيت، أدى ذلك إلى أن كل الحكام الذين أتوا في العصر الحديث في فترة حكم أسرة محمد علي وما قبلها بقليل يضيفون إضافات إلى هذا تبركا إلى هذه الأماكن، مما أدى إلى تغيير بنيتها الأثرية التي كانت عليها. يعني إحنا الأصل في مسجد السيدة نفيسة في العصر العباسي، ولكن لا يوجد في هذا الأصل أثر. نعم. يعني زي جامع عمرو بن العاص، حضرتك جامع عمرو العاص هو أول جامع بني في مصر، لكن الجامع الموجود حاليا ونعلم جيدا أن مسجد عمرو بن العاص المتواجد حاليا ليس هو هو في نفس مكان المسجد الأصلي، لكن أيوة تمت عمليات إعادة بناء شبه كامل ربما، وذلك برضو للسبب نفسه. نعم. لأنه الناس من كثرة حبهم لهذا المسجد الذي يعد أول مسجد قد بني على أرض مصر بعد دخولها إلى كولاية إسلامية، أدى إلى أن كل الحكام يتبارون حتى العصر الحديث. نعم. حتى بعد ثورة يوليو كان كل حاكم يأتي فيضيف إلى جامع عمرو بن العاص ويعيد تجديده ويعيد زخرفته وكذا. الجامع الأزهر نفس الشيء، ولكن هذه المساجد اللي أنا بتكلم عنها لا زالت الجزء الأكبر منها هو الذي ينتمي للعصور الإسلامية المبكرة والقديمة، لكن هذا لا يقلل إطلاقا. نعم. من أهمية، وهناك أشياء لابد أن نأخذها بالمعنى الروحي وبالمعنى صحيح العاطفي. صحيح. وليس بالمعنى الأثري البحث، لأن هذه الأشياء لو بقيت على ما هي عليه وقت بنائها لما كان لها هذه الفخامة ولا هذه الروعة
ولهذا الجمال اللي موجود عليه الآن. نعم. ولا كانت قد اندثرت نتيجة العوامل التعرية وعوامل الزلازل إلى آخره. دكتور محمود في عجالة لو تكرمت، يعني كان هناك عدد من خبراء الآثار معنا اليوم في هذه التغطية، وتحدث بعضهم عن أن هناك ما زالت بعض المساجد لم يصيبها حظ التطوير وإعادة التهيئة وإعادة الترميم، ولكن هناك ثمة خطة الآن لكل القاهرة الإسلامية ولكل الآثار الإسلامية في مصر. تعليقك على وتيرة وسرعة إنجاز العمل في هذه الخطة أولا، وثانيا هل هناك مدى زمني ربما نستطيع بعده أن نقول بإذن الله إن الآثار الإسلامية في مصر كلها باتت مرممة ومهيئة وتم إعادتها إلى رونقها الأصلي؟ سؤال كبير جدا يحتاج إلى إجابة متنوعة وعميقة. أنا استمعت إلى مدخلات شباب الأثريين اللي كانوا مع حضرتك، لكن هو عملية ترميم الآثار الإسلامية في مصر وعملية إعادتها إلى ما كانت عليه دي عملية تحتاج إلى مليارات من الأموال. نعم. وبالتالي تحتاج إلى جهود كبيرة جدا، ولكن خلي بالك في مبدأ من مبادئ الترميم ألا تتعجل النتائج، يعني مبدأ هام جدا أنك إذا أردت أن ترمم ترميما دقيقا وترميما معماريا حقيقي ألا تتعجل الأمور، لأن احنا جربنا فكرة تعجل ترميم الآثار وكان الأثر بعد شهور قليلة يرجع إلى ما كان عليه إن لم يكن أسوأ. لكن احنا الآن وفقا لخطة الدولة في التنمية المستدامة 2030 ووفقا للسياسة المعلنة على لسان رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه مهتم اهتماما شخصيا بإعادة الشكل الحضاري التي كانت موجودة عليه مدينة القاهرة. نعم. ولا شك أن الجهود التي نراها حثيثا في كل أنحاء القاهرة سواء القاهرة التاريخية الأثرية أو القاهرة الخدوية تدل دلالة كبيرة جدا على أننا نسير في الطريق الطبيعي وفي الطريق الذي يؤدي إلى نتائج ناجحة بإذن الله. نعم. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمود إبراهيم أستاذ الأثار الإسلامية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإحاطة. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم، والآن إلى إعادة لافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم لأعمال التطوير في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. تتابعون الآن إعادة للحدث. وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الكريم السيد مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، وهم الآن على باب مسجد السيدة نفيسة في طريقهم إلى البهو المؤدي إلى المسجد القديم للوصول إلى مقام السيدة نفيسة حفيدة رسول الله التي يأتي إليها المشتاقون من كل مكان، فنفوس محبيها إذا ضاقت طاقت إلى الزيارة واشتاقت. مشاهدينا الكرام، وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه السيد مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند إلى مقر مسجد السيدة نفيسة، نفيسة العلم حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مشاهدينا الكرام، الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوفه الكرام يؤدون ركعتين في محراب المسجد القديم، مسجد السيدة نفيسة، نفيسة العلوم بنت حسن ابن زيد ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تم تجديد هذا المسجد، المسجد القديم، ضمن خطة تطوير لمساجد آل بيت الله في القاهرة وفي مصر عموما، تقديرا لمكانتهم التي يقدرها المصريون جميعا والمسلمون في كل أنحاء الأرض. مصر بلد احتضنت أولياء الله الصالحين وآل البيت، فعندما قدمت السيدة نفيسة رضي الله عنها إلى مصر سنة 193 من الهجرة تنشر العلم بين المصريين، أحبوها وأحبتهم، ولها من الكرامات ما لها. يمكنك أن تسأل أي مصري إذا ضاقت به الدنيا ماذا تفعل؟ تشتاق نفسه إلى ركعتين في رحاب السيدة نفيسة وزيارة مقامها الكريم الشريف. عليه أن يأتي ويشهد بنفسه راحة البال وطمأنينة النفس بمجرد دخوله إلى ساحة مسجد السيدة نفيسة، نفيسة العلم، التي نشأت وتربت في روضة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. ولا يخفى على أحد، والروايات كثر عند وفاتها عندما أراد زوجها أن يدفنها في البقيع بجوار جدها عليه الصلاة والسلام، وهنا انتفض المصريون حبا للسيدة نفيسة ولآل بيت الله الكرام، حتى استقر الرأي، رأي زوجها إسحاق، لدفنها في مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك
ذكرك وما قلا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رب ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ربك فحدث صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك عبادك الصالحين. فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي أصحاب المعالي والجم الكريم، إنني في هذا المحل الشريف في هذه البلدة الطيبة مصر المعمورة ببركات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وببركات أهل بيته الكرام عليهم السلام، أشكر جمهورية مصر العربية رئيسها الحبيب وحكومتها العزيزة وشعبها الكريم على أن سمحت لي ببناء هذا الزري على مقام سيدتنا نفيسة رضوان الله عليها المعروفة بنفيسة العلم، وهي المتزينة بزينة العبادة والزهد والتقوى والحلم والإيمان، والمتشرفة بشرف القرآن، والمنتمية إلى الإمام الحسن المصطفى سيد شباب أهل الجنة. وأسأل الله تعالى بحرمة جدها النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبحق أهل بيته الكرام أن يتقبل منا هذه الخدمة اليسيرة التي لا تساوي شيئا في جنب إفضالهم على الأمة الإسلامية بل على البشرية كلها. كما أدعو الله تعالى أن ينعم على فخامتكم بالصحة والعافية وينعم على مصر وأهل مصر بنعمة الوئام والسلام والاستقرار والازدهار.
أكرر شكري لكم يا فخامة الرئيس على كل ما تقومون به لكي يعيش عباد الله تعالى في راحة وسكون، مكتسبين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة معا. كما أشكر فخامتكم على أن منحتموني هذه الفرصة السعيدة لأن أشارككم في مسرة هذا الافتتاح السعيد. كما أعبر عن سعادتي وامتناني لقيام فخامتكم بمنحي بشاه النيل لما تمثله هذه البادرة الكريمة من تأكيد الروابط التاريخية ومتانة العلاقات المتميزة التي تجمعنا بمصر العزيزة على مدار أعوام عديدة في خدمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنني أقدر جهود أجهزة الدولة المتعددة وبالخصوص جهود وزارة الأوقاف وكذلك جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تسعى تحت توجيهاتكم السامية لإمارة بيوت الله وعمران بلاد الله وصلاح عباد الله. جزاكم الله خيرا فخيرا، ويحفظ الله مصر وأهل مصر في ظل حياة كريمة، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. جلالة السلطان، برحب بيك، برحب بيكم أهلا وسهلا، برحب بيكم. واسمحوا لي بالمناسبة الجميلة ديت، افتتاح التجديد اللي اتعمل في مسجد السيدة نفيسة وفي المقام الكريم، وده الحقيقة أولا لازم نشكركم على دائما تواجدكم ومساهمتكم في أضرحة آل البيت. احنا كنا من شهور قليلة في سيدنا الحسين والنهاردة في السيدة نفيسة، واحنا متحركين ايضا في ان احنا نكون انجزنا السيدة زينب كمان. احنا فتحناها في رمضان للصلاة، لكن نفس الاجراء اللي بيتعمل هنا بيتعمل هناك. والحقيقة اللي بيتعمل ده في إطار خطة الدولة المصرية بتعملها للقاهرة التاريخية عشان نستعيد يعني مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم في القاهرة التاريخية. ويمكن احنا متحركين جايين هنا، شغالين دلوقتي في مناطق زي عرب اليسار ومناطق أخرى، الهدف منها وزي ما عملنا كده في منطقة مجرى العيون وغيرنا الواقع الصعب اللي كان موجود، فإحنا متحركين في إطار خطة نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا فيها. لكن النهاردة تحديدا وجود جلالة السلطان والعائلة والمرافقين لي، بنتشرف ان احنا موجودين هنا في مقام طيب وكريم، مقام السيدة نفيسة. وزي ما انتم شايفين اتعمل المسجد واتعمل المنطقة المحيطة وايضا الضريح الكريم. فربنا يا رب يعيننا ان احنا نكمل ما بدأناه ويتقبل منا اللي احنا بنعمله ويعيننا عليه. مرة ثانية برحب بيك وبشكرك دايما، وسعيد دايما ان انا التقي بجلالتك في زيارتك لمصر، وبشكرك شكر جزيل باسمي وباسم كل المصريين وباسم كل المسلمين على مساهمتكم الجميلة اللي دايما بتبقى عنوان للمحبة والمودة. وهنا مش هنسى اقول ان احنا في مصر، يعني طائفة البحر اللي موجودين
هم عايشين وسط اهلهم في مصر بمنتهى الود ومنتهى الاحترام ومنتهى التقدير. واتصور الناس اللي موجودين يعني شايفين ده وحاسين بيه، مش مننا ومش بس كدولة مهتمة بكده، لكن بص الشعب المصري. يعني مرة تانية برحب بيك، وسعداء جدا ان احنا اليوم الكريم ده والجميل ده ان احنا موجودين هنا في مقام كريم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يفيق علينا وعلى مصر بالخير والبركة ويعيننا على كل طيب. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
البلد المقصوده. شكرين جدا لكم، سعداء دائما بوجودها في مصر. شكرا. سعداء بكل اللي بتعمله، حاجه طيبه من جلالتك. طيبتي يا عبد الفتاح السيسي. ربنا يديك الصحه. عافية ليك الامور كانت خروجها. اللي سيادتك عملته احنا ولا شيء. لا احنا ما عملناش حاجه. يا رب يتقبل. شكرا. 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 هذا ممتاز الحمد لله. نفس الكلام اللي اتعمل في مسجد مولانا الحسين اتعمل هنا واتعمل في سيدي زينب، واحنا اضرحت كل زي ما ذكرت لجلالتك في الامس، لان كل حتى كل الصحابه في برنامج كامل لهذا سيدنا الصحابة دي سيدنا مقام الدنيا في بعض شيء قريب يا شمال فمرد الزينب نبي قريبا في عاصم الله مرد الزينب دي عادة مرد الزينب بي تشرف يعني المقصورة جاهزة بتعصيب الزينب أول ما إن شاء الله إن شاء الله تشرف يعني على السيادة ده احنا اللي متشرفين ومشكلين ما فيك بشنو كنت عم تقول سيادتك عملنا شيء بسيط سيادتك العمل عملنا شيء بسيط وانت مش انت اللي شرفت لنا عطيه شرف لهم ولا صحيح thank you.